السلام عليكم. المحاضرة إن شاء الله النهاردة آخر محاضرة عندنا في الكورس. طبعا ما كانش ينفع إن احنا ناخد الكورس الكهرباء المغناطيسية وما ناخدش حاجة عن المغناطيسية خالص، ف يعني اسمحوا لي حضراتكم إن احنا ناخد المحاضرة دي بس، وهي بعنوان الماجنتيك فيلد، المجال المغناطيسي. مش هنطول يعني، هناخد بس ناخد شوية معلومات عنها لازم كان ناخدها في الكورس ده، ما نعديش الكورس من غير ما ناخدها. فالمحاضرة بعنوان Magnetic Fields، فيها شوية معلومات مهمة هتفيدنا، فركزوا معايا حضراتكم. طبعا ده ملخص تاريخي للمغناطيسية، طبعا ده احنا مش مطالبين بيه بس لازم نعرف ايه اللي حصل، يعني تاريخ المغناطيسية ايه اللي حصل فيه. بقول لحضرتك انه في القرن الـ13 قبل الميلاد كان الصينيين عارفين البوصلة، كانوا بيستخدموا البوصلة في الملاحة وفي رحلاتهم البحرية. وطبعا اختلف في الحتة دي، في الجزئية دي، هل كان أصل الموضوع ده عربي ولا هندي؟ يعني أصل المغناطيسية يرجع إلى استخدام البوصلة عامة، إلى كان عربي ولا كان هندي؟ فطبعا المؤرخين نفسهم مش متأكدين من النقطة دي أوي. اللي هم متأكدين منه كويس جدا إن في عام 800 قبل الميلاد، before century يعني، اليونان اكتشفوا صخرة اسمها ماجنيتايت، وده أهم حاجة دلوقتي. ده مركب تبع عيلة حاجة اسمها الفرايت، يعني ده مش عليه. اللي ستك تعرفه إن اسمه ماجنيتايت، ودي الصيغة العامة بتاعته في 304، إن ده بيجذب قصاصات الحديد. القصة إن كان في بلد اسمها ماجنيزيا في اليونان، وكان في راجل كبارة كده ماشي بالعكوز بتاعه، كان عكوزه حديد، مشي جنب الحجر، الحجر جذب على العصاية الحديد بتاعت الراجل، ومن هنا سموا علم المغناطيسية كله إلى البلد دي اللي اسمها ماجنيزيا. البلد اسمها ماجنيزيا اللي كان فيها الحجر ده، اللي هو اسمه ماجنيتايت، اللي سموه ماجنيتايت برضه نسبة للبلد، والعلم كله سموه ماجنتيزم نسبة إلى هذه الواقع. طبعا 1229 كان في بقى بعض المحاولات من العلماء إنهم يشتغلوا على البوصلة وعلى المجالات المغناطيسية ويشوفوا إيه اللي بيحصل. طبعا ده كله مش على حضرتك، يعني احنا سريعا كده ناخد فيو سريع. 1600 طبعا عمنا ويليام جيلبرت عمل تجارب عملية واستنتج منها ان الارض نفسها عبارة عن مغناطيس دائم كبير، ده اللي هنشوف دلوقتي. قال ان الارض نفسها عبارة عن مغناطيس كبير، يا سلام. 1819 عمنا اورست بقى قال لا، ده انا لو عملت عندي سلك فيه كهرباء بيمر فيه تيار كهربي وحطيت جنبه بوصلة، البوصلة مؤشرها هينحرف، ده كده في علاقة بين الكهربية والمغناطيسية. عمنا فاراداي وهنري قال لك ده انت لو عندي مجال مغناطيسي وغيرته، عملت له تغير changing، هيحصل عندي تولد للمجال الكهربي، يعني ممكن احصل على كهرباء من تغيير المجال المغناطيسي. وده علم الكهربية اللي كل الناس شغالين بيه لغاية النهاردة. اصله منين؟ 1820 كان عمنا فاراداي وعمنا هنري ان في كونكشن بين الالكتريسيتي والماجنتيزم. عمنا ماكسويل بقى قال ايوه، واكد هذا الكلام، وقال كمان ده انا لما اغير المجال الكهربي هقدر احصل على مجال مغناطيسي. وهنا اخطر باخطر 2 بوينتس عندي، لو عملت تشينجنج للماجنتيك فيلد هحصل على الكتريك فيلد، طبقا لعمنا فاراداي وهنري. طبقا لعمنا ماكسويل لو عملت تشينجنج للكتريك فيلد هقدر احصل على ماجنتيك فيلد، يعني العكس، يعني في علاقه وطيده بين الكهربيه وبين المغناطيسيه. جميل جدا. هنا بقى هيبدا يقول لي اول الموضوع بتاعنا اللي هو ماجنتيك بول. البول ده يعني قطب. عايز يعرف حضرتك هنا معلومات مهمه جدا، وده اول شغلنا، ان كل مغناطيس مش مهم شكله ايه، له تو بولز، له قطبان، قطب شمالي نورث وقطب جنوبي ساوث. ركز، في قوة طبعا بين التو بولز مع بعض دول، زي ما اخدنا في الشحنات الكهربية بالظبط لو نفتكر في اول محاضرة، ان لايك بولز
repel each other، هناك كان like charge الشحنات المتشابهة تتنافر، هنا الأقطاب المتشابهة تتنافر، الأقطاب المختلفة تتجاذب زي الشحنات بالظبط. وطبعا العلم فيه سيمتري كتير، يعني هنلاقي فيه سيمترية بين المغناطيسية وبين الكهربية زي ما هنشوف، فيه طبعا فروق فهنشوف واحنا ماشيين مع بعض. طبعا دي نقطة خطيرة جدا 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 اللي جاية دلوقتي دي، وركزوا معايا فيها بقى، أخطر نقطة في المحاضرة، سيادتك لو فهمتها هتبقى حاجة عظيمة جدا. إن البولز الأقطاب دي بتستمد لإسمها من خلال اتجاهها في اتجاه المجال المغناطيسي بتاع الأرض. بالراحة ونفهم الموضوع. واحد، احنا اتفقنا ان الارض عبارة عن مغناطيس كبير. ثانيا، لو سيادتك جبت مغناطيس بار ماجنت وعلقته وخليته يتحرك حر الحركة، هتلاحظ ايه حضرتك؟ هلاحظ ان القطب الشمالي بتاع طبعا المغناطيس له شمالي وجنوبي، هيتحرك كده بحيث ان القطب الان طبعا هناخد اختصارات ان واس، ان لنورث شمال، وساوث يعني اس يعني ساوث يعني جنوبي، فالان هيشير الى اتجاه الشمال بتاع الارض. صح صح. يعني ايه بقى؟ بيقول لك المغناطيس لما يشير في هذا الاتجاه اللي هو الان بتاعه، بيقول لك ان اتجاه الشمال الجغرافي بتاع الارض هنا في هذا الاتجاه. تاني، معناها ايه ان الان يشير في اتجاه؟ معناها ان بيقول لحضرتك ان هذا الاتجاه هو الاتجاه الشمالي بتاع الارض. يعني شمالي يعني الشمال الجغرافي. يعني ايه جغرافي؟ يعني الشمال بتاع الاتجاهات اللي اخدناها زمان، شمال جنوب شرق غرب، فده بيحدد اتجاه الشمال الجغرافي للارض. والاس تشير الى اتجاه الجنوبي الجغرافي للارض. جميل جدا. السؤال لحضرتك، ليه او معناها ايه ان الان قطب الان ده يشير الى هذا الاتجاه؟ ده معناها ايه؟ صح صح. معناها ان في حاجه قطب جنوبي في هذا الاتجاه بيشده. اقول تاني وما تتلخبطش، معنى ان القطب الشمالي بتاع المغناطيس يشير في اتجاه، معناه ان هذا الاتجاه هو اتجاه الشمال الجغرافي للارض. واحد. اتنين، معناه ان هذا هو الاتجاه الجنوبي المغناطيسي للارض. يعني معناها ان في حاجه هنا جنوبي، قطب جنوبي مغناطيسي بيشد القطب الشمالي بتاع البوصله، زي ما اتفقنا ان الاقطاب المختلفه تتجاذب. فلو القطب الشمالي بتاع المغناطيس بيشير الى اتجاه، معناها ان في هناك قطب جنوبي بيشده، عشان كده اتجه في اتجاه. يبقى ركز قوي في الكلمتين دول عشان هنتلخبط للصبح. وشوف الكلمتين دول بقى، بيقول لك ايه؟ North pole points toward the earth's north geographic pole. القطب الشمالي بتاع المغناطيس هيشير الى شمالي جغرافي للارض. جميل. معناها ايه بقى؟ معناها ان القطب الشمالي الجغرافي للارض شمالي is a magnetic south pole، معناها ان هو نفسه قطب جنوبي مغناطيسي للارض. والعكس صحيح، ان القطب الجنوبي الجغرافي هو عبارة عن قطب شمالي مغناطيسي، وهنشوف على الرسمة بتاعت الرسمة قدامنا دي. صح صح بقى. قال لحضرتك ان الارض زي ما اتفقنا عبارة عن مغناطيس كبير، الاس ساوث وساوث ايه؟ صح صح. ساوث بتاع الارض، بتاع الارض كمغناطيس للارض، يبقى ساوث ماجنتيك بول، قطب شمالي مغناطيسي. هلاحظ جنبه على طول نورث جيوغرافيك بول، قطب شمالي للأرض جغرافي. تاني، نورث شمال جغرافي للأرض، معناها ان ده قطب جنوبي مغناطيسي للأرض، والعكس صحيح. نورث ماجنتيك بول شمالي، او خليها بقى نجيب المغناطيس الاول، لو القطب المغناطيسي الجغرافي ساوث جيوغرافيك بول، معناها ان ده نورث ماجنتيك بول، قطب شمالي
مغناطيسي للأرض. صح صح قوي في الكلام ده، نقطة خطيرة جدا. ملخصها كالآتي: لما علق المغناطيس تعليقا حرا في ايد سيادتك كده بخيط، هلاحظ ان الان بتاعته هتشير الى اتجاه الان الجغرافي للارض، اتجاه الشمال الجغرافي، ومعناه ان في حاجة مغناطيسية عند الشمال الجغرافي بتشد المغناطيس. فقال لسيادتك ده الساوث القطب الجنوبي المغناطيسي للارض، والعكس بالعكس. لو عندك في اتجاه النورث او الساوث جيوغرافيك بول، ده معناها ان ده قطب شمالي مغناطيسي للارض. جميل جدا، وده اهم نقطة ناخد بالنا منها. جميل، صح صح بقى. دلوقتي احنا اتفقنا ان الارض عبارة عن مغناطيس كبير. طيب المغناطيسية بتاعت الارض دي جت منين؟ اصلها ايه؟ قال لحضرتك انه بعض الناس كان في اعتقاد سائد عندهم بيقولوا ان الارض عندها اللب بتاع الارض عبارة عن ايرن، حديد، والايرن عنده بيرمننت ماجنتايزيشن، فده السبب بتاع المغناطيسية. ولكن العلماء ردوا وقالوا لا، ده باطن الارض درجة حرارته عالية جدا جدا جدا، وبنشوفها في البراكين، فدرجة الحرارة دي كافية ان هي تفقد الحديد الخصائص المغناطيسية بتاعته. اذا اساس المغناطيسية ما عادش لب الحديد، امال ايه بقى؟ قال لسيادتك الاتي: قال لسيادتك ان في تشارجد ايونز اند الكترونز، شحنات مشحونة، ايونات مشحونة والكترونات بتدور في القشرة الأرضية بتاعة الأرض، وهي دي اللي بتعمل مجال مغناطيسي، زي بالظبط التجربة بتاعة عمنا أورستيد اللي كنا هناخدها في المحاضرة اللي جاية بس ما فيش نصيب، إنه لما التيار بيلف في مسار دائري يولد مجال مغناطيسي، تيار بيلف في سلك يديك مجال مغناطيسي. هنا بقى الشحنات المشحونة دي، الأيونات المشحونة دي والالكترونات اللي بتلف في القشرة الأرضية هتديك مجال مغناطيسي. ودللوا على ده انه بزيادة سرعة دوران الكوكب بيزيد قدرته او مقدار المغناطيسية بتاعت الكوكب. تاني دللوا ان السبب الرئيسي لوجود المغناطيسية في كوكب الارض ان شارجت ايونز والالكترونز في القشرة الأرضية، واللي هي بتدور بتلف، فطبعا لو سرعة دوران هذه الشحنات زاد المغناطيسية المتولدة هتزيد. بالظبط ده اللي لقوه، ووجدوا ان جوبيتر ده اللي هو كوكب المشتري روتيتس فاستر ذان ذا ايرث، بيلف اسرع من الارض، وكوكب الزهرة او الزهرة الفينوس روتيتس مور سلولي، بيلف بسرعة دوران اقل من الارض. ووجدوا ان المجال المغناطيسي للمشتري اكبر واقوى من المجال المغناطيسي للارض، وأكبر من كوكب الزهرة اللي لقوه أقل في المجال المغناطيسي للأرض. هنا تأكدوا إن سبب المغناطيسية هو دوران الشحنات في القشرة الأرضية للأرض، بدليل إن المشتري له مجال مغناطيسي أقوى عشان بيمشي بسرعة أعلى، وكوكب الزهرة له مجال مغناطيسي أقل علشان بيمشي بسرعة أقل. في النهاية طبعا زي ما احنا اتفقنا إن حضرتك لو ماسك مغناطيس وبيت حر الحركة هيشير دائما الاتجاه الشمال. قال لك بقى في حتة خطيرة جدا، قال لك في مكان في كندا، هيدسون باي ده في كندا، لاحظ ان قطب الشمالي النورث بول اوف ذا نيدل، القطب الشمالي بتاع البوصلة، بوينتس دايركتد داون وورد. كارثة كارثة. يعني ايه؟ يعني القطب الشمالي بتاع الارض سيادتك لو علقت تعليق حرا كده هيبقى مستقيم. في المنطقة دي في كندا لقى إن القطب الشمالي بتاع البوصلة يشير إلى الأسفل تحت. نستنتج إيه؟ نستنتج إن القطب المغناطيسي للأرض موجود في عند هذه النقطة. وفي الحالة دي حددوا مكان القطب المغناطيسي للأرض تحديدا 1833، لما القطب الشمالي بتاع البوصلة، القطب الشمالي بتاع البوصلة أشار إلى الأسفل، ما أشارش قدامه عشان تمشي وراه، لا ده للأسفل، معناه إن تحت هذه النقطة القطب المغناطيسي الجنوبي بتاع الأرض اللي بيشدني. ومنها وجدوا بقى إن القطب الشمالي
الجغرافي بيبعد 1300 ميل عن القطب الجنوبي المغناطيسي، فال 1300 ميل و1200 ميل دي مش عليك تعرفها وتحفظها، بس البوينت المهمة ان تعرف ان هم حددوا القطب المغناطيسي في كندا 1832 اللي جنبه زي ما اتفقنا سابقا دلوقتي ان القطب شمالي جغرافي الاقي جنبه قطب جنوبي مغناطيسي، وقطب جنوبي جغرافي هلاقي جنبه قطب شمالي مغناطيسي للأرض. هنا بقى نقطة خطيرة جدا، بيقول لحضرتك طيب هل الاتجاه بتاع المجال المغناطيسي للأرض ده ثابت؟ قال لك لا، ده بيحصل له ريفرسال، بيحصل له تبدل وتغير every few million years، كل ملايين أو ملايين السنين بيحصل تغير لاتجاه المجال المغناطيسي للأرض. يعني بعد ملايين السنين الشمال والجنوب بيتغير، ومنها الشمال الجغرافي والجنوب الجغرافي بيتغير. ايه اللي عرفك؟ قال لك من صخور البازلت، من الفولكانو او فولكانيك اكتيفيتي، لما بيحصل براكين والحمم البركانيه دي بتطلع فبتترسب على صخور البازلت، فبيشوفوا خطوط هذه الحقن الحاجات المترسبه على الحجر بتتغير، يعني عامله دوائر. فدي معناها ان المجال المغناطيسي للارض بيتغير، بس طبعا علشان كل ملايين السنين احنا مش حاسين، ما بنحسش بيها. طبعا بتوع الجيولوجيا عارفين الكلام ده كويس جدا. قال لحضرتك بقى طبقا للسيمتري اللي موجوده في الكون، ان انا زي ما احنا اخدنا في القوه الكهربيه بتاعت عمنا كولوم، لو انا عندي شحنتين ايا كان قيمتهم القوه اللي بينهم تتناسب تناسبا عكسي مع مربع المسافه زي ما اخدنا في قانون كولوم. هنا نفس الكلام برضه، ان القوه اللي بين التو بولز اللي بين الشحنتين دول سوري بين القطبين دول بتتغير عكسيا مع مربع المسافه اللي بينهم بالظبط. هنا بقى طبعا زي ما اتفقنا في سيمتري موجوده وفي اختلافات موجودة. أول حاجة من الاختلاف الموجود بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي أو بين الكهربية والمغناطيسية، إن حضرتك في المغناطيسية ما أقدرش أحصل على سنجل ماجنتيك بول أيزوليتد لوحده، يعني ما أقدرش أحصل على بول لوحده، ما أقدرش أحصل على قطب جنوبي أو قطب شمالي لوحده زي ما اقدر احصل في الكهربيه. في الكهربيه تقدر سيادتك تحصل على قطب شمالي على شحنه موجبه لوحدها او شحنه سالبه لوحدها، يعني عندك بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون لوحده. اما في المغناطيسيه ما اقدرش احصل على بول لوحده، بدليل او بمنطق ان انت سيادتك لو عندك مغناطيس وحاولت تكسره تفتفته كده بالشاكوش هتلاقي كل حته صغيره عباره عن قطب شمالي وقطب جنوبي، كل حته متفرفته لها قطب شمالي ولها قطب جنوبي. وده اول اختلاف بين الكهرباء والمغناطيسيه، انه ما اقدرش احصل على سنجل ماجنتيك بول ايزوليتد، لا لازم الاثنين مع بعض. طبعا هناك كان في الكهرباء بيقول لحضرتك ان المكان او المنطقه زي ما اخذنا في المحاضره رقم 2، ان المنطقه المحيطه بالشحنه الكهربيه اسمها الكتريك فيلد، electric field surrounds any electric charge. هنا بقى قال لحضرتك حته خطيره جدا، ان انا عندي برضه حول البول، حول الماجنتيك بول بلاقي حاجه اسمها ماجنتيك فيلد، ماجنتي زي ما كان عندي الكتريك فيلد هناك، هنا عندي الماجنتيك فيلد. في حته كمان هنا خطيره جدا زي ما هناخد دلوقتي تفصيلا، ان انا لو عندي شحنه كهربيه تحركت بينتج حولها مجال مغناطيسي. تاني يبقى عندي مجال مغناطيسي هنا من حتتين، ان حول البول بتاع المغناطيس بلاقي عندي الماجنتيك فيلد، وحول الشحنه المتحركه الكهربيه بلاقي حولها ماجنتيك فيلد. وهنشوف دلوقتي الاتجاه زي ما اخدنا هناك كان رمزه اي والمجال الكهربي كان كميه متجهه ورمزه اي، هنا المجال المغناطيسي برضه كميه متجهه ورمزها بي. جميل جدا. هنا بقى طبعا زي ما اخدنا في الكتريك فيلد انه بيحدد خطوط المجال بين البوزيتيف والنيجاتيف، وهنا بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. بيقول لسيادتك بقى ان المجال المغناطيسي يشير الى، خلي بال حضرتك بقى، من الان للاس
خارج المغناطيس، صح؟ من ان الى الاس، من النورث الى الساوث خارج المغناطيس، صح بقى. ومن الاس للان داخل المغناطيس، اي ان هذه الخطوط متصلة. وده الفرق الثاني اللي بين الكهرباء والمغناطيس، نفس الخصائص بتاعة الخطوط المجال الكهربي والمجال المغناطيسي زي بعض بالظبط. لو فاكرين زمان ان هي خطوط، هناك تبدأ من الشحنة الموجبة وتنتهي في الشحنة السالبة، هنا تبدأ من ال N لل S خارج المغناطيس وتنتهي، او من ال S لل N داخل المغناطيس. وده اختلاف جوهري بين الكهرباء والمغناطيسية. هناك كانت بالموجب للسالب بس، مفيش خطوط من السالب للموجب من جوه، لا. هنا الخطوط، وهناك خطوط مش متصلة في الكهربية، خطوط المجال في المجال الكهربي مش متصلة، هنا متصلة، معنى من بره من N لل S ومن جوه S لل N، اعتبر ان هم مادة واحدة. اما هناك عشان ايزوليتد تشارجز فالخطوط من الموجب للسالب فقط، ومفيش خطوط داخليه من السالب للموجب. جميل جدا. ده الفرق الجوهري بين الكهرباء والمغناطيس. ده تاني فرق. اول فرق ان ما اقدرش احصل على قطب معزول لوحده مغناطيسي. تاني حاجه ان خطوط المجال المغناطيسي متصله. باقي الخصائص زي بعض بقى، اللي هي اتجاه المجال دائما يشير الى، عباره عن المماس بتاع الخطوط، ان الكثافة بتاعة الخطوط تعبر عن مقدار الخطوط، انه هي خطوط وهمية. كل الخصائص دي زي بعض، ولكن في المغناطيسية خطوط المجال خطوط متصلة، بحيث من ان للاس خارج المغناطيس ومن الاس للان داخل المغناطيس. هنا عايز يوضح لسيادتك شكل خطوط المجال. هنا مجال مغناطيسي سراوندينج ابار ماجنت ان واس اهو. طب ان واس ده في مغناطيس واحد، ده مغناطيسين قربتهم من بعض، الاحظ خطوط التجاذب المغناطيسي اللي بينهم. هنا زي خطوط التنافر بين ال N وال N لقطبين متشابهين. اخدنا الشكل ده قبل كده؟ اخدناه، بس زي قريب من المنظر ده، قريب جدا من المنظر ده. ملاحظ حضرتك حاجه جميله، انه خطوط المجال تخرج من الموجب وتنتهي في السالب لكل الاتجاهات، ما جاتش من السالب للموجب زي من ال S لل N جوه المغناطيس، مفيش. دي شكل الخطوط بين الموجب والسالب، ودي شكل الخطوط بين الموجب والموجب او السالب للسالب زي المنظر اللي قدامي ده. وده بيديني السيمتري اللي بين الكهربيه والمغناطيسيه. هنا عايز اعرفك بقى حضرتك ان انت تعريف المجال او القوه الكهربيه، هناك القوه، سوري، القوه المغناطيسيه، هناك القوه الكهربيه كان اسمها اف اي او اف بس سميناها اف، هنا القوه المغناطيسيه اسمها اف بي. جميل جدا. والقوه المغناطيسيه بتنتج من شحنة كهربية بتتحرك بسرعة، لازم يكون عندي charged particle moving with a velocity v، لازم يكون عندي شحنة كهربية وبتتحرك عشان اقدر احصل على مجال مغناطيسي وقوة مغناطيسية. القوة المغناطيسية دي بدون اثبات بيقول لسيادتك ان هي عبارة عن ال Q V cross ال B. Q مقدار الشحنة، V السرعة بتاعت حضرتك بتاعت الشحنة المتحركة، دي كمية متجهة، كروس ضرب اتجاهي اضربه في البي اللي هو مقدار المجال المغناطيسي، سوري طبعا دي كمية متجهة اللي هو البي المجال المغناطيسي اللي عندي، يبقى كيو في الفي كروس البي، وده ضرب اتجاهي. افك الضرب الاتجاهي يبقى مقدار الاول مقدار التاني ساين الزاوية اللي بينهم، ساين الزاوية اللي بين مين ومين؟ بين الفي وبين البي. جميل جدا. يبقى كيو مقدار الشحنة، V مقدار السرعة، B مقدار المجال المغناطيسي، سيتا مقدار الزاوية اللي بين ال V وال B. طبعا ال F دي امتى تكون صفر او اقل ما يمكن؟ في حالة ان ال V وال B يكونوا بارلل، الزاوية بصفر، او انتي بارلل، الزاوية ب 180. في كلا الحالتين ان ساين صفر او ساين 180 بزيرو يديك قوة محصلة بزيرو. امتى تكون ال F دي ماكسيمم؟ في حالة ان ساين سيتا تكون واحد، في حالة ان سيتا تكون 90، فساين 90 بواحد يديك ماكسيمم للماكسيمم فورس في حالة ان الفيلوسيتي والفيلد اللي هو البي يكونوا بيربنديكولار مع بعض، يكونوا متعامدين. الحتة دي مهمة جدا، ما تتلخبطوش بينها وبين الفلكس اللي اخدناه في عمنا جاوس في ثلاث محاضرات، ركزوا قوي في الكلام ده. طبعا ده قاعدة التلاتة اليمنى تحدد اتجاه الاف والفي والبي اللي هما متعامدين على بعض من قاعدة الضرب اتجاه نفسها
ان الدي كروس البي ده عمودي على بعض، والاف اللي هي العمودي عليهم، ده في اتجاه وده عمودي عليه، دائما الفي عمودي على البي يديك الاف عمودي بينهم، عمودي على الاثنين، اللي ادي اتجاه الفي وده اتجاه البي وده اتجاه الاف العمودي عليهم، قاعده ثلاثه اليمنى. او المنظر ده كمان، لو الفي في هذا الاتجاه والبي في هذا الاتجاه، الاف هتكون عموديه عليهم. المهم ايا كان، او بالثلاث صوابع اللي هم متعمدين، الابهام والسبابه والوسطى، دول لو عملتهم متعمدين على بعض، كل واحد هيكونوا متعمدين على بعض. الاف دائما، الاف دائما، ركز قوي في الحته دي، الاف دائما 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 عمودي على كل من اتجاه الفي والبي. يعني ممكن الفي والبي ما يكونش متعمدين بينهم زاويه سيتا عادي، اما الاف لازم تكون عمودي على كل من الفي، حصل الضرب ده الفي كروس البي. تاني، الاف دائما عمودي على كل من الفي والبي، المستوى اللي فيهم عمودي على المستوى اللي يحتوي على الفي والبي. هنا عايز يوضح لك حته خطيره بيقول لك عليها ايه، لو حضرتك اتجاه الفي صح كده في الرسم اللي هي البي دي، طبعا الفي والبي بينهم زاويه سيتا، والاف دائما عمودي على المستوى اللي بيحتوي على الفي والبي، زي ما اتفقنا ورا ان الاف قوة تحتوي، او سوري عمودي على المستوى اللي بيحتوي على كل من البي والفي. هنا عايز يوضح لك فرق خطير بين لو انا عندي شحنة موجبة بتتحرك، ولو عندي شحنة سالبة بتتحرك. يعني المجال في الحالتين، الشحنة الموجبة والشحنة السالبة، اقول تاني بالراحة، في الشكل ده عندك شحنتين، شحنة موجبة اهي وشحنة سالبة اهي. عايز يوضح لحضرتك الفرق بينهم، لما يكون عندي شحنه موجبه او شحنه سالبه موجوده في مجال، يتحركوا ازاي؟ في نفس الاتجاه؟ الاجابه لا، في اتجاه عكسي زي ما هنشوف. اتجاه البي اهو ثابت في الحالتين اهو. طيب واتجاه السرعه ثابته في الحالتين اهو، دي الاعلى ودي الاعلى. اما القوه هتكون عكس بعض، الشحنه الموجبه هتكون في اتجاه من اتجاه حصر الضرب، والشحنه السالبه هتكون في اتجاه المعاكس له. يعني لو احنا في المعادله دي كده، لو انا عندي الشحنه موجبه هتبقى دي قيمه موجبه، لو سالبه هتديك قيمه سالبه بالشحنه وتديك عكس الاتجاه، يعني السالب ده يديك عكس الاتجاه. وده اللي بيحصل في الحقيقه، انه لو الشحنه الموجبه دي موجوده بالشروط دي، القوه المؤثره هتكون عليها في هذا الاتجاه زي اتجاه الاف بي ده، ولو الشحنه سالبه هيكون اتجاهها في هذا الاتجاه زي ما هنشوف في هذه الرسمه، او زي ما احنا شايفين في الرسمه دي. الملخص بتاع السلايد دي انه لو انا عندي شحنه موجبه وشحنه سالبه في نفس بيتحركوا في نفس اتجاه السرعه، واتجاه الفيلد نفس الاتجاه بتاعهم في الحالتين، هيكون تاثير القوه عليهم مختلف، ده في اتجاه وده في اتجاه عكسه تماما. هنا عايز يوضح لي بين الفروق اللي بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي، وركز قوي في الحته دي. في المجال الكهربي ان اتجاه القوه بتؤثر في اتجاه الفيلد، اتجاه القوة دايركشن بتاعها acts along the direction of the electric field، الفورس بتكون في اتجاه الفيلد من القانون اللي هو ايه؟ F بيساوي Q في الـ E، F تساوي Q في الـ E، Q ملهاش اتجاه، الـ E كمية متجهة والـ F كمية متجهة، يبقى اتجاه الـ F دائما في اتجاه الإلكتريك فيلد. جميل جدا. أما المجال المغناطيسي لا، دائما بيكون عمودي على المجال المغناطيسي، زي ما احنا خدنا في الرسمه اللي فاتت، ان دائما القوه المغناطيسيه بتكون عمودي على كل من المستوى اللي بيحتوي على الفي والبي، ومنها عمودي على الفيلد، عمودي على البي. يبقى تاني، اول اختلاف اتجاه القوه في الكهربيه، اتجاه القوه في اتجاه الفيلد، هنا اتجاه القوه عمودي على اتجاه الفيلد. تاني اختلاف في الموشن، الحركه بتاعتي في القوة الكهربية، لا تشترط ان الشحنة تكون بتتحرك، يعني مش شرط تكون بتتحرك عشان احصل على قوة كهربية. اما في المغناطيسية لازم ولابد وضروري ان الشحنة تكون بتتحرك. ليه؟ ان القانون بيقول لك ايه؟ كيو الاف بيساوي كيو في الفي في البي، فلازم يكون عندي سرعة، لو السرعة بصفر تديك الاف دي يعني بصفر. اما في الكهربية لا يشترط ان يكون عندي سرعة أو الشحنة تكون بتتحرك عشان أحصل على فيلد، الشحنة تكون ثابتة عادي جدا وبحصل على فيلد، على فورس، F بيساوي Q في الـ E، لا تعتمد على السرعة وبلاقي عندي قوة.
اما في المجال المغناطيسي لازم يكون الشحنه الكهربائيه بتتحرك علشان اقدر احصل على مجال مغناطيسي او قوه مغناطيسيه. يبقى تاني اختلاف في حاله القوه الكهربائيه، لا يشترط ان الشحنه تكون بتتحرك، في حاله المغناطيسيه لازم الشحنه تكون بتتحرك. تالت فرق وده مهم جدا وخطير، الشغل الممزوج. من تعريف الشغل انه عباره عن مقدار القوه في المسافه اللي بيتحركها الجسم. تاني، الشغل عباره عن القوه اللي بيتحركها الجسم، منها ان القوه الكهربيه تبذل شغل في حركه الاجسام. يعني لما عندي شحنه كهربيه عند نقطه وبتحركها عشان تروح نقطه تانية، فالقوه الكهربيه بتبذل شغل في تحريك هذه الشحنه في اتجاهها، ففي شغل مبذول في خلال القوه الكهربيه. اما في حاله القوه المغناطيسيه الاحظ ان القوه دايما مالها عمودي على اتجاه المساحه، على اتجاه الازاحه اللي بتتحركها الشحن. تاني، القوه المغناطيسيه اتجاهها عمودي على اتجاه الحركه، وبالتالي مفيش حركه في اتجاه القوه، ما هي عمودي عليها. يبقى اذا مفيش شغل مبذول في القوه المغناطيسيه، وده بوينت خطيره جدا نستخدمها في التطبيقات اللي احنا للاسف مش هنقدر ناخدها علشان الوقت. هنا عايز اعرفك ان مفيش سرعه، السرعه بتاعه المجال، السرعه بتاعه الشحنه الكهربيه الموجوده في حاله المجال المغناطيسي ما بتتغيرش كمقدار، ولكن بتتغير كاتجاه، عشان كده مفيش شغل مبذول. اقول تاني، المجال المغناطيسي بيغير من اتجاه السرعه فقط، ما بيغيرش في مقدارها زي ما هنشوف حالا في الشكل اللي هنشوفه مع بعض ده. بس نرجع ناخد التو ستايز دول. هنا عايز يعرف حضرتك انه وحده المجال المغناطيسي تسلا، اللي هي ويبر على متر تربيع او نيوتن على الامبير في المتر، وديت اسمها الاس اي، ده اختصار لسيستم انترناشونال، اللي هو كان مؤتمر فرنسي معمول للوحدات اسمه سيستم انترناشونال او انترناشونال بالانجليش، هناك بقى بالفرنسي او بالفرنسيه تبقى انترناشونال. المهم يعني اس اي اختصارها سيستم انترناشونال بالانجليزي، يعني اللي هو الوحدات. فمنها تسلا، تي ده تسلا، ويبر على متر تربيع، او نان اس اي يونت، الوحده اللي هي مش ستاندرد يعني، اللي هي الجاوس، اللي هو واحد تسلا بيساوي 10 اس 4 جاوس. يعني تسلا دي قيمه كبيره جدا جدا، فطلع وحده جديده اسمها الجاوس عشان تتناسب مع التجارب العمليه، يعني لو لها قيم صغيره. فالواحد تسلا بيساوي 10 اس 4 جاوس. هنا بيحدد اتجاه المجال، البوينت دي معناها ان اتجاه المجال المغناطيسي للخارج، الكروس معناها اتجاه المجال المغناطيسي للداخل الصفحه، وده جاي من لعبه الاسهم القديمه، كان بيمسك سهم بيرميه في الحيطه، مش عارف اسم اللعبه دي ايه، لو السهم حضرتك مسكته ورميته في الحيطه كده كان للداخل، هتشوف الكروس بتاعت السهم في وشك قدامك، فده معناها ان الاتجاه للداخل. ولو بوينت السهم جاي قدام عينك، مقدمه السهم اللي انت رميته هتكون بوينت، فده للتوضيح يعني، لو كروس معناها ان المجال المغناطيسي للداخل، ولو بوينت معناها اتجاه المغناطيسي للخارج. هنا عايز يوري لحضرتك او يوضح لحضرتك حركه مجال او القوه الكهربيه او الحركه اللي هيعملها او يكتسبها الجسم المتحرك نتيجه لمروره في مجال مغناطيسي عمودي على اتجاه السرعه. ايه اللعبه؟ تاني، عندك مجال مغناطيسي اتجاهه بي للداخل، كروس اهو، وعندي شحنه بتتحرك اسمها كيو، بتتحرك بسرعه اسمها في. ملاحظ من الرسم ان لو الكروس ده للداخل واتجاه الفي بالمنظر ده، ده معناها ان الفي والبي عمودي على بعض. عمودي يعني يديك الزاويه اللي بينهم 90، طبعا الاف هتكون عمودي على كل من الاثنين. طبق القاعده بتاعتنا بالثلاث صوابع بتوع حضرتك اهم، لو البي بتاع السبابه للداخل والفي بتاع الوسطى اللي هو بيمثل اتجاه الفي، هلاحظ ان الاف بتاع الابهام اللي هو عمودي عليهم لاعلى. طول ما هو ماشي اتجاه الفي طبعا اتغير، القوه بتحاول تشد الشحنه للداخل، ماشي للشحنه اللي بعدها اللي هي دي كده،
الثاني المجال المغناطيسي للداخل في في هذا الاتجاه، هلاحظ ان الاف هتكون عمودي عليهم بتشد الشحنه للداخل. طبعا الشحنه كانت اتجاهها كده، لا هلاحظ اتجاهها اصبح في مسارها لعند هذه النقطه برضو. لا لسه ما زال المجال المغناطيسي للداخل واتجاه الفيلد في هذا الاتجاه برضو متعمدين ينتج عنهم اتجاه او اتجاه القوه اللي هو للداخل وعمودي عليهم، فبيحاول يشد الشحنه للداخل، ولكن هي واخده اتجاه. فبدل ما تمشي كده او تمشي كده حسب اتجاه القوه هيكون مسارها في هذا الاتجاه، وصولا طبعا عند كل نقطه بيحصل اللعبه دي ان المجال للداخل والفي في هذا الاتجاه متعمدين ينتج قوه عموديه على الاثنين فتشدها في هذا الاتجاه للداخل، وينتج عندي المسار الدائري ده. نتيجه لايه؟ نتيجه لوجود تعامد بين اتجاه المجال واتجاه السرعه. علشان عندي تعامد من اتجاه السرعه واتجاه المجال المغناطيسي متعامدين ينتج قوه وعمودية عليهم دائما ويديني مسار دائري، فده السيركولار باث بتاع شحنة موجبة بتتحرك في مجال مغناطيسي متعامد على اتجاه السرعة. انا عارف ان اتجاه طبعا عشان متعامد يبقى الزاوية 90 كوساين 90 بواحد، فيديك ان الاف عبارة عن كيو في الفي في البي، خلاص ده بيساوي القوة الطرد المركزي ام في تربيع على ار. جميل جدا، التربيع مع الفي يديك كيو في البي بيساوي ام في على ار، منها الار بتساوي ام في على كيو في البي، ده بيديك نصف قطر المسار الدائري اللي حصل. لو سبتك عارف الماس، الام دي الكتله بتاعه الجسم المتحرك، الشحنه بتاعته كيو، سرعه في، بي مقدار المجال المغناطيسي، اديهم لك في مساله تعوض تجيب لي المسار بتاع نصف قطر المسار بتاع هذه الشحنه. حاجه اسمها الانجولار سبيد، سرعة الزاوية بتاعته اللي هو الفي على ار او كيو في البي على ام، القانون ده مهم جدا، او اسمها السايكلوترون فريكونسي اللي بتحرك في حركة دائرية يعني. فده الانجولار سبيد اهو او السايكلوترون فريكونسي الاوميجا بتساوي في على ار كيو في البي على ام، والقانون ده مهم جدا اللي هو الار بتساوي ام في على كيو في البي. اجي لسيادتك في مسألة ادي لك كل هذه المعطيات تعوض تعويض مباشر تطلع هذه المطالب. هنا بيقول لحضرتك طبعا لو انا عندي بقى شحنه بتتحرك في اتجاه بس الفي والبي مش متعامدين على بعض، مش هنطول فيها عشان ما تتلخبطوش، المهم اللي حضرتك تعرفه بس ان المسار ده هيكون هيليكس حلزوني بالمنظر اللي حضرتك شايفينه ده، لو بالمنظر ده مسار حلزوني، وده كان السبب فيه ان المجال المغناطيسي مش متعامد على اتجاه السرعه بتاعه الشحنه، ففي زاويه بينهم، فداك ان الاتجاه او شكل المسار هيليكس او هيليكال باث حلزوني وليس سيركولر منتظم زي الحاله اللي فاتت، والسبب ان البي والفي مش متعامدين على بعض. اداني ان المسار يكون هيليكس حلزوني بين او الحركه بتاعه الشحنه هتكون هيليكس وليس سيركولر موشن زي الحاله اللي فاتت، بسبب عدم تعامد السرعه على المجال المغناطيسي في زاويه بينهم. ده عايز يعرف حضرتك ان انا لو عندي شحنه كهربيه وفيها مجال كهربي ومجال مغناطيسي هتبقى القوه المحصله بتاعتهم مجموع القوتين، ان الاف التوتال هتساوي حاصل ضرب كيو في الايه، وده بيديني قوه كهربيه كيو في الايه زائد القوه المغناطيسيه اللي هي كيو في كروس البي. كده انتهيت الفيلوسيتي سيليكتور، مش هناخده ده كان ابلكيشن يعني مش وقته، ولا الفيلوسيتي سيليكتور هنكمل، ودي تجربه تومسون كان تطبيق عملي على بيأثر بمجال مغناطيسي وبمجال كهربي وبيحسب منها الاي اوفر ام، ولا الماس سبكترومتر ولا الكلام ده. فاحنا يعني احنا اخرنا السلايد دي اللي هو بيوصف لحضرتك سميشن لو انا عندي مجال كهربي ومجال مغناطيسي، فالقوى المحصله على الشحنه هتكون مجموع القوى الكهربية بلس القوى المغناطيسية. الحاجات دي بعدها مش علينا. طبعا كده احنا انتهينا من المحاضرة وانتهينا من الكورس بتاعنا كله علشان الظروف اللي احنا فيها. أرجو من حضراتكم تشدوا حيلكم وتذاكروا كويس، لو في أي مشاكل بلغوني، ويعني شدوا حيلكم وربنا معاكم بالتوفيق. شكرا جزيلا، السلام عليكم.